علماء السنة كم صنف؟ من أصناف علماء السنة السلفية، اللي من السلفية الوهابية. التفتوا لي جيدا أعزائي، التفتوا لي جيدا أعزائي، مو كل السلفية وهابية. هذا الاشتباه اللي الآن موجود، احنا في فضائياتنا وقنواتنا ومنابرنا نتصورون كل من يقولون سلفي فهو شنو؟ لا عزيزي أبدا، هذا أبدا، هذه من الأخطاء الشديدة والأخطاء الشائعة، أن يتصور أن كل سلفي فهو شنو؟ وهابي. لا أعزائي، كثير من علماء السلفية يحبون أهل البيت حبا لا نظير لهم لنا. أصلا شنو معنى سلفي؟ التفتوا جيد، السلفي يعني يقول نحن لا نفسر القرآن من عند أنفسنا، ولا نقول شيئا من عند أنفسنا، ما فهمه الصحابة في عهد رسول الله من رسول الله فهو شنو؟ فهو حجة علينا، خلاص انتهت القضية، لا علاقة لنا بغيره، لا نجتهد ولا أبدا، ما فهمه السلف الصالح. محمد بن عبد الوهاب بيني وبين الله يسمي نفسه سلفية، ولكن السلفية يتبرؤون منه. كثير من السلفية قتلهم منه محمد بن عبد الوهاب، ولهذا ابن تيمية أعزائي مو سلفي. ابن تيمية أعزائي أصلا مخالف للسلفية، ولكن من الاشتباهات الشائعة. هسأضرب لك